وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. وكان يوحنا أيضاً يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، وهو يعمد الآن والجميع يأتون إليه. لا أحد يأخذ شيئاً إن لم يعط من الله. أنتم تشهدون لي أني قلت لست المسيح، إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يسمعه يفرح فرحاً من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.